السلام عليكم. سعر ومواصفات شاومي 13 الترا الجديد وابرز الميزات قبل الاطلاق الرسمي، كل هذا واكثر سوف تشاهدونه ان شاء الله في هذا الفيديو، ولكن انتظر دعمكم اصدقائي لكي نقدم المزيد من الفيديوهات ان شاء الله. ينتظر عشاق شاومي بفارغ الصبر الإعلان رسميا عن هاتف شاومي 13 الترا، والذي تعرض سابقا للعديد من التسريبات والشائعات. تم الكشف في الآونة الأخيرة عن أن الجهاز سيستمر في العمل لمدة 60 دقيقة ببطارية بنسبة 1%، وهي ميزة مثيرة الإعجاب بالفعل. تم الآن كشف عن سعر ومواصفات هاتف شاومي 13 الترا قبل إعلان رسمي المقرر غدا من الشركة، وتم تسليط الضوء على بعض الميزات الرائعة على الهاتف الذكي مع التصميم الأنيق. مواصفات شاومي 13 الترا وأبرز الميزات. من أبرز ميزات الهاتف الذكي هو تصميمه الخلفي، فهو يأتي بغطاء خلفي مصنوع من الجلد وباللون الأخضر الزيتوني مع تصميم الكاميرا الرائع الذي يساهم في لفت الانتباه بشكل كبير. يحتوي الجهاز أيضا على وحدة كاميرا دائرية ملفوفة في دائرة ذهبية، مما يضيف لمسة من الأناقة إلى التصميم العام. يحتوي هاتف شاومي 13 الترا على مجموعة كبيرة من الميزات، مثل معالج سناب دراجون 8 جيل الثاني سوك، وذاكرة ال LPDDR5X، وذاكرة الفلاش UFS 4.0، كما أنه يوفر ما يصل إلى 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 1 تيرا بايت للتخزين، وهو أكثر من كاف حتى للمستخدمين الأكثر تطلبا. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة أن الهاتف الذكي يدعم معيار الـ IP68 لمقاومة الماء والغبار، ويتميز الجهاز بقدرات التصوير الرائعة، فهو يأتي بعدسة لايكا سوميكرون الجديدة وجيل جديد من الكاميرات للشركة وفتحة عدسة كبيرة من جميع الأطوار البؤرية. يأتي الجهاز مجودا بأربع كاميرات لايكا وجميعها بخمسون ميجا بيكسل وبها فتحة كبيرة، وهو يدعم لقطات وتصوير المشهد الليلي وتصوير الفيديو بدقة 8K، مما يجعله حلم أي مصور. الجهاز يستخدم أربعة مستشعرات سوني، أحدهما IMX989 والمستشعرات الأخرى كلها IMX858. تتميز الكاميرا الرئيسية في هاتف الشاومي 13 الترا أيضا بفتحة متغيرة مقاس بوصة واحدة من لايكا، مما يوفر حجمين للفتحة 1.9 و 4.0. تتيح هذه الميزة للجهاز التقاط صور مذهلة في مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة، مما يجعلها مثالية لهواة التصوير الفوتوغرافي. يعد الجهاز أيضا مصدر قوة عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية، مع بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 5000 ميلي أمبير، فهي تدعم قوة الشحن 90 واط والشحن اللاسلكي حتى 50 واط. الجهاز مزود أيضا بتقنية تبديد الحرارة لمضخة التبريد الحرقي المطورة ذاتيا، والتي تمكنه من تحقيق التصوير المستمر بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية دون إسقاط الإطارات طوال التصوير. وأصدرت الشركة أيضا ملحق كاميرا اختياري لهاتف شاومي 13 الترا يشبه كاميرا ويكمل غطاء الخلفي المائي للجهاز، وهو ملحق مثالي لعشاق التصوير الذين يرغبون بتحقيق أقصى استفادة من أجهزتهم. وأما بالنسبة لسعر شاومي 13 الترا، كشف تقرير سابقا أن الهاتف سيأتي بثلاثة خيارات للذاكرة والتخزين، وهي 8 جيجا بايت في الرام و256 للتخزين بسعر $916 أمريكيا، يعني تقريبا 9200 درهم مغربي. نسخة 12 جيجا بايت في الرام و256 للتخزين بسعر $990 أمريكي، يعني تقريبا 9900 درهم مغربي. نسخة 12 جيجا بايت رام و512 في التخزين بسعر $1090 أمريكيا، أي أقصى حد وهو $1100 أمريكيا، أي تقريبا 11000 درهم مغربي. قد يكلف الحد الأقصى للتخزين 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي 1 تيرا بايت حوالي 11600 درهم مغربي،
أو 1163 دولارا أمريكيا إذا كنت تريد هذه النسخة التي ستكون حصرية وهي 16 جيجا بايت و 1 تيرا بايت في التخزين. ما هي الميزة التي نالت إعجابك في هذا الهاتف الجديد؟ وهل يمكنه منافسة العملاق سامسونج جالاكسي S23 ألترا والآيفون 14 برو ماكس؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.